ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في سابقة من نوعها عرضت قناة التلفزيون الرسمي الإسباني تي في او على شاشتها في نشرة الأخبار المسائية ليلة أمس الثلاثاء صورة خارطة المغرب مع صحرائه شبه كاملة، وأثارت القناة غضب أنصار جبهة البوليساريو الذين وجهوا انتقادات لاذعة لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، علما أن وسائل الإعلام الإسبانية اعتادت نشر صورة خارطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائه. وكانت القناة الرسمية الإسبانية قد عرضت صورة لخارطة لدول منطقة الساحل الإفريقي إلى جانب خارطة المغرب خلال تغطيتها لخبر مقتل صحفيين إسبانيين في بوركينا فاسو. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.